هذا البرنامج برعاية مساء الخير وصحة فطوركم وتحية مسائية طيبة لكل من اختار متابعتنا ومشاهدتنا في برنامجكم الأكيد القيم وليحظى بمشاهدة كبيرة بصراحة من خلال كل المتابعين. اليوم معنا أحد الضيوف المتميزين الأستاذ المبروك بنانة، رئيس منظمة التورات والسياحة بزلطن. تحية ليك سيد مبروك وسعداء جدا بتواجدك معنا كضيف في حلقتنا لهذا اليوم. مرحبا، اهلا وسهلا، افطارا شهيا الى جميع اخوان في ليبيا الحبيبه. هذا البرنامج برعايه ونكملوا حوارنا في هذه الامسيه الطيبه، اكيد الامسيه الرمضانيه الطيبه. اي والله تمام، طاسه في الامسيه هذه ما شاء الله. الله يبارك فيك ويرحم والديك يا ودي، ان شاء الله تشربها في الجنه. الاستاذ مصطفى هذا مميز طبعا في الشاي، ما شاء الله تبارك الله في الشاي، على الشاي يا سلام. بالنسبه لي على القهوه وخصوصا من الاستاذ مصطفى، شهاده بالله انها الدعم 60 كيف. واكيد هو اليوم حيكون في ضيف في احد حلقاتنا احد الشباب اللي يمتلك موهبه ويمتلك هوايه هي تعتبر غريبه او فريده من نوعها. حيكون معنا الاستاذ صلاح عموما. اهلا وسهلا خير استاذ صلاح، صح صورك، تحيه ليك، شنو اخبارك؟ طيب مرحبا استاذنا، كيف الحال؟ مرحبا، كيف الحال؟ تفضل استاذ صلاح. الحمد لله. استاذ صلاح عموما مربي ومروض ايضا. اخوي مبروك طبعا مربي ومروض للافاعي والتعابين وايضا الاسود والنمور والضباع والفهود، وايضا موجود معنا اخوي صلاح يعتبر يعني يمتلك موهبه يعني خارجه عن القاعده. نعرفه به اخوي صلاح ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا بك. انا وتعدي صوت اخوي صلاح. صلاح همومه. انا صلاح نوري الهادي همومه. نعم. مربي. مرحبتين. اهلا وسهلا بك. مربي الافاعي والتعابين. نعم بابا. الافاعي والتعابين. وايضا الاسود والنمور والفهود والضباع وكل شيء. شنو حديقة حيوان انت ولا جيت غير قول لي؟ موجود ها؟ شنو؟ موجودات عندنا. ترى شنو؟ هذا طبعا عنده الكوبرا وعنده الام القرون وعنده شنو هذا؟ شنو اللي طلعته؟ ايه شفت له؟ تبي تسلمي عليه؟ صلي على النبي. شنو نسلم عليك؟ صلي وسلم عليه. صلي على النبي وخلي يسلم عليك بروحك. تسلم عليك هي. هي سلم. لا لا سلام وصل وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قلت لي بنسلم عليه. صلي عليه. لا لا بارك الله فيك. لا لا صلي. خلي نسلم عليه عمي الحاج. قلنا من مثل مبروك. خلي نحكوا على بعض الهوايات الامانه ممكن ينفع بكم هو في برنامجكم، يعني مع اصدقاء السياحه والتراث ممكن يشارك معكم حتى في بعض المهرجانات الكبيره اللي عنده هوايه. وطبعا الموروث الشعبي لما نشوفه تعابين
يعني الان كنا تمدلنا ونعرف الناس زدت خلاص الحياه البراري ممكن فيها حتى لتنساها ممكن نشوفها الا في عبر الشاشات فقط. بيشارك معنا الله يسامح الله يسامح هو يسلم عليك هي قول لها سلامك وصل وقعد غادي انت صلي على النبي شادة هي شادة من بكري قالت سلم لي عليه انت قول لها قول لها قال لك بالله العظيم سلامك وصل هي بجدي بتسلم عليه ولا بتسلم عليه تو كلمتني تكلم فيي يعني ركز لي الكلمات خلاص رد عليها السلام انت رد عليها سلم عليه سلم وصل سلامها يا سلام رد عليها السلام هو قال لك بتسلم سلم عليها وسلم يا سيدي سلام عليك سلام عليك انت وياه سلام عليك بالفعل صلاح هذه تحرش تو عندك هذه انت ايه هذه بتحرش سلمت على هذه وهذه خليتها شنو انت اسمع لا تو واحد والله قريب حتى الحلقه يقصها وصل سلامه وصل قال تسلم علي هيك ايش داز في جيبك انت يا سيد قال تسلم علي قال تسلم علي عندك ثالثه انت ايه يعني مصنع وجني هذا مصنع انت وجني حتى هذه بتسلم حرشانه عشان نوعها هذه يا بني حرشانه ام القرون حرشانة حتى هذه حرشانة كما قلنا القرون نتاعك تصغر واحدة غير من سمع سمع غير غنحن واحدة غير ام القرون بس خلي شوفها المشاهدين اخوي صلاح يا ودي مساكين ما اعطيتهم كويس وريتهم لفعة تدس غادي الوحدة اصلنا غادي باه انت قول لنا شن عندكم شن عندك انت مش خليته باه شن عندنا تانا حتى مصمصنا حتى عقلي راح يا رجل من الوعدة الوعدة اللي شريحة عقلك اخوي مصر شنو هو انت جيبك كل معبي لفاعي اه وش المشكلة لو كان درس في جيبك صلي اللهم صلي وسلم عليه جرب ترى جرب حط جرب غير جرب جرب حط واحدة في جيبك حط واحدة في جيبك اسمع اذا كان هو نفسك يعني ما خافش منها هو حتى اصغر منك في العمر انت ما شاء الله الله يبارك صحيح الصلاة على النبي عليك صحيح الله يبارك عليك ما شاء الله ايه بغى نحيدك انت واحدة ترمى في جيبك لا بس شو المشكلة ولا كويسة باهية تبي تحط واحدة في جيبها ما تكلمكش بكل نقول لها لا ما تكلمكش شنو انت كل حاجة يبيك معاه لا نبيعها ولا لا نبيعها ولا نبي خاطر اللي نبي عمك اما لا نبيك حد انت سامحني اقعد غادي انت ولفعيك ولا تبي عمك الحاج هي لا تبي الحاج لا واحدة بقول لها قلت لي نبي الحاج قلت لك شو المشكلة تبي تخش لي جيبك حلو انت جيبك وكل جماعة تعبي فيها بالفلوس انت تعبي لي فيها الفاعي من هذا العالم ما دير لك شيء هي هوايه تبي الجيب هي هذا الجيب دايرينهم الدولار للدولار وللدينار مش للفاعي للدولار وللدينار مش للفاعي ها قام لا 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 هي حطها. بعيده قاعده بعيده لا حط لنا الكبيره لو تطرح وخلي ممكن تقتنع بها انت شارك النهار هو هذا شنو تغشد الواحد غد اسمع جد الواحد غد اسمع عمي تبي حتى كابتن الحلقه خلينا نطلع خلينا نطلع خلي انا بيك زين نطلع خلينا نطلع خلي حطها غادي خلي تم هي بصراحة حلقة واستمتعنا بها تعال عمي مصطفى تعال عمي مصطفى حلقة واستمتعنا بها واستمتع بها كل المشاهدين احنا بصراحة يعني الهدف من حلقة اليوم هو التعريف بتصور عن منظمة منظمة السياحة والتراث هو انت يا بابا والله علمنا هو انت هتعطيه وين؟ سلم هتعطيه لما سلم دعني بابا اللهم صل وسلم عليك اللهم صل وسلم على رسول الله بس انا من حسن بنموت والله حسن بنموت تصلي هذه الكاميرا طبعا الخفية وكل سنة انت طيب هو انت يا بابا ايوه خيرنا الكاميرا يا سيدي أمي نحط شاهي مصطفى نصلي على النبي عليك يا بس تتصل السمحة السنة طيبة إن شاء الله ملحة هذا البرنامج برعاية